ممكن تسلفينا المحمول بتاعك نص دقيقه واوعي تقولي مفيش رصيد. لا فيه كل حاجه، بس اعرف الاول عايزين تكلموا مين. هكلم الاستاذ كمال ابو العزم حبيبي ومثلك الاعلى. وما دام هكلمه طبعا مش معقوله هتقولي لي مفيش رصيد. هو حضرتك عايز تكلمه ليه؟ ايه مالك مش متحمسه ليه؟ لا اصلها مفاجاه. المفاجاه الاكبر ان هعزمه هنا. تعزمه هنا ومش لوحده، هو وابنه وبنته. عشان كده هكلم والدتك تعمل له عزومه تليق بمقامه. عارفه العزومه دي بمناسبه ايه؟ محمد قبل في كليه الشرطه. مبروك يا خيل، مبروك يا مرات خيل. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا حبيبتي. يلا روحي هات التليفون واسمعي، انا هقول لهم ان هنا مساهمه في هذه العزومه. يا بنتي بنت شويه، خلاص هقول لهم ان انت صاحبه فكره العزومه مش مساهمه بس، واذا كان على كارت التليفون ما تخافيش هشتري لك كارت جديد على حسابي وان شاء الله ما حد حوش. يلا قربي اطلبي النمره. اصلا مش حافظها كويس. انا لسه كاتبها. تعالي امسكي اخر نمره تحت. ايه غلطتي؟ اطلبيها تاني. يا خالد انا ابوك، يعني اقرب بني ادم ليك، ولا انت شايف حاجه تانيه غير كده؟ يا ابني رد عليا، انا بقالي يومين مستنيك عشان نقعد ونتكلم مع بعض، مش في الاخر ما تردش عليا. بابا لو عاوزنا نتكلم يبقى الكلام في الموضوع ده ملوش لازمه. يعني ايه ملوش لازمه؟ مش فاهم. يعني اللي حصل حصل خلاص، انا مش هتجوزها. يعني ايه مش هتتجوزها؟ يعني مش هتجوزها يا بابا، لا هي ولا غيرها. انا ماليش دعوه بغيرها، انت ما غلطتش مع غيرها، انت غلطت معاها. انا هسالك سؤال وتجاوبني بامانه، ترضى ان حد يعمل فوقتك كده لا قدر الله ويكتب لها ورقه وبعدين ما يتجوزهاش؟ بابا لو سمحت ما تسالنيش لاني مش هجاوب، مش هعرف اجاوب. انا بقيتش مؤمن لا بامي ولا باختي ولا باي ست في الدنيا. ليه يا ابني كده يا بابا؟ مادام حضرتك بتسالني ليه يبقى كده، يكون في علم حضرتك انا قطعت الورقه اللي كتبتها لها زي ما قطعت روحي معاها. قطعت الورقه؟ طب الورقه بتاعتها؟ الورقه بتاعتها كتبنا ورقتين، خافت تشيلها معاها لحد يشوفها ودي تاني، وقطعتها هي كمان. قطعت الورقتين؟ يا وقعه سودة ازاي؟ بص يا ابني انا هقول لك على حل يرضي ربنا، اتجوز البنت دي، اكتب عليها ونعلن الجواز وبعدين ابقى طلقها. دي بنت لازم تتستر. ايه؟ قفله برضه؟ لا ده كنسل في وشي. مش عايز يتعزم ولا ايه؟ تلاقيه مشغول في كتابة مقال. خليكي وراه لحد ما يرد. يلا اسمعي. هو ما ردش، يعني لينا في ذمتك مكالمة. يا ابني دي أعراض ناس، عرض بنت، كل ذنبها إنها حبتك. بابا اتجوزها زي ما قلت لك وبعدين ابقى طلقها. أنا مش هتجوز العمر كله. ليه يا ابني في إيه؟ عشان مراتي ما تسيبنيش وتسيب ولادها وهم رجالة وبنات في سن الجواز وتروح تتجوز عيل قد ابنها. مش هو ده اللي حصل؟ يا ابني ما ينفعش انك تعمم. يعني ايه ما ينفعش عمم؟ يعني كل قاعده وليها استثناء. القاعده ان الامهات كلها فاضلات. انا بقى ما يهمنيش كل الامهات اللي في الدنيا. ما يهمنيش غير ام واحده بس، امي. انا ماليش ام تانيه. مش حضرتك اللي علمتنا كده؟ مش انت اللي قلت لي كده؟ انا بكره كل الستات اللي في الكره الارضيه وبناتها. انت ازاي بتثق في اي ست؟ رد عليا يا بابا، انت بتثق فيهم؟ خلاص بابا بلاش نتكلم في الموضوع ده لو سمحت. طيب مش هنتكلم، هنقعد مع بعض شويه وبعدين ننزل ناكل لقمه لان مفيش حاجه هنا في البيت. ماشي، بس في حاجة عايز أقول لك عليها.
الموضوع ده مفيش مخلوق في الدنيا يعرف عنه حاجة غير انت وهي وانا وربنا. شوف مين بقى اللي عمال يخوتنا من الصبح وعمالين نقفل في وشه. ايوه استاذ كمال. ايوه انا كمال. حضرتك اللي كنت بتطلبي من شوية؟ انا هنا. مين؟ دي المسكينة هنا. ايوه يا هنا ازاي؟ الحمد لله كويسة. انا عارف يا بنتي ان انت قلقانة بس انا عايزك ما تقلقيش، ان شاء الله كل حاجة هتبقى عالي. لا اصل انا كنت عايزة حضرتك في موضوع تاني. اصل انا عارف عارف، ما تكمليش يا بنتي. لا حضرتك مش عارف، اصل خالي عايز يتكلم مع حضرتك شوية. خالك الاستاذ عبد الحميد؟ ايوه. ممكن حضرتك تستنى معايا ثانية واحدة بس؟ يا واقع سودة، كل البنت قالت له. هتقول له ايه يا بابا؟ اللي قالته لي، خلي بالك ان دول فلاحين ما عندهمش هزار، الحاجات دي فيها دم. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا استاذ عبد الحميد، ازي حضرتك؟ الحمد لله، بنبارك لك. لا خير طبعا، محمد عاوز يتشكر لك واحنا معاه بعد ما قبل في كليه الشرطه. محمد ابن حضرتك؟ يا الف بركه، الف الف مبروك. لا انت لازم تيجي تبارك لنا في البيت هنا، ومش لوحدك ومعاك الولاد. انتوا عاملين احتفاليه بقى بالمناسبه دي؟ احتفاليه خاصه بالاستاذ كمال واولاده، لابد ان يرد الفضل الى اهله يا استاذ، واحنا عايزين نشكرك بشكل عملي. عازمينك بقى على فطير مشلتت وقشطه والذي منه اللي وعدتك بيه قبل كده. ايه رايك بكره؟ كويس. ايوه يا استاذ عبد الحميد، بس انا كنت عايز اقول لحضرتك مش هسيب حضرتك الا لما تحدد لي الميعاد. ايه رايك بكره الساعه 7 يبقى كويس عشان تلحق الحاجه وهي سخنه وهي جايه من البلد. مفيش تاخير. والله يا استاذ عبد الحميد انا معارف اقول لحضرتك ايه. قول لي ان شاء الله جاي. حاضر ان شاء الله جاي. في انتظارك، مع السلامه. اقفلي بقى. ايه رايك في المفارقات دي؟ زي الحواديت، الراجل عايز يعبر لنا عن امتنانه وشكره، وفي الحقيقه احنا ما نستاهلش ده ولا نستحقه. على فكره يا خالد، مهم جدا ان البني ادم يبتدي حياته صح من غير خطا، ولو غلط يتحمل مسؤوليه غلطه ويصلحه. ما علينا، نروح نتغدى، والا كده هنفضل من غير اكل لحد ما يجي ميعاد الاستاذ عبد الحميد بكره. بابا اسمح لي، انا مش هقدر اجي مع حضرتك بكره. ليه مش هتقدر تيجي؟ مش عايز اروح. طيب تعالى بس دلوقتي نروح نتغدى وناجل المناقشه، وبعدين يبقى يحلها ربنا. يلا. ايه يا فاطمه، ما عندكيش غير ذكر بط واحد بس مزغط كويس؟ طيب اسمعي، يعني نقيه مش زغبر كويس. مش عايز فيه ولا زغبره واحده، ده اللي هياكل الاستاذ كمال واولاده. اسمعي، خدي عربيه مخصوص على حسابي، كله فدا حضره الضابط محمد. فاطمه، غطي الفطير المشلتت كويس عشان يوصل سخن. لا هنا قدامي، لا مبسوطه قوي قوي، اللي انا عازمه ده هو استاذها وهيجي معاه اولاده. خدي خدي كلميها. ايوه يا امه. امه بعد سنه في مصر تقولي لها يا امه؟ اتمدني. حاضر يا ماما. ايوه كده، والوقي لسانك وريها يعني انك زي بنات مصر كده. حاضر حاضر. يا ام حضره الضابط. ايه ايه يا امي دي؟ يا مامة حضره الضابط. انا كويس، انت وحشتيني قوي. طيب تيجي بالسلامه ان شاء الله. مع السلامه. تعالى يا بابا الظابط. انت سمعتيني وانا بقول يا ماما حضرة الظابط؟ ده ايه الدلع ده؟ امال ايه؟ لو انت هتدلعني وانا استخسر فيك الدلع؟ بس انت بسم الله ما شاء الله، لازم ادوق على الخجقه. خمسه وخميسه. يا راجل بطل بقى. انا مش هبطل الا لما الواد محمد يعلق الدبوره الاولى على كتفه، بعدها هفضل ادلع فيكي لحد ما يعلق الدبوره الثانيه على كتفه، بعدها هستمر في دلعك لحد ما يعلق الدبوره الثالثه. لا بقى، ده انت ناوي توصله اللواء. يا ريت. يا انا حاسس ان عمر ربنا ما تخلى عني ابدا.
عنك انت لوحدك برضه. عننا انا مش انا وانت واحد يا امل، ولا انت حاسه بحاجه تانية؟ انا حاسه ان انت فرحان ومزقطط من ساعه الواد محمد ما نجح. لا، من ساعه ما قابلت احمد في اسكندريه وربنا هداه ووعدني يرجع، وبعدين ربنا كمل كرمه ومحمد اتقبل في الكليه. يا سلام يا امل، انا كنت حاسه ان الدنيا ضاقت، انما ما بين طرفه عين وانتباهتها يبدل الله من حال الى حال. بقى في إلفيس بريسلي ده؟ إيه؟ مش عاجبك ولا إيه؟ سبحان الله، زي ما بيقول بابا بالظبط، ما بين غمضة عين وانتباهتها. يا ابني اسمها ما بين طرفة عين وانتباهتها، إيه حضرة الظابط؟ وبعدين تحتقلب الدنيا من أولها كده ولا إيه؟ مش الدنيا ولا حاجة، ده بيت. أنت كده أخوك كابتن محمد عبد الحميد دراز. يا سلام. لازم تاخد بالك، مفيش بعكاكة بعد كده، وكله ظبط وربط. تمام يا فندم. وتاخد بالك ترجع البيت مع نوبة النوم وتصحى مع نوبة الصحيان، والمشي اللي بيجيب الشبهة ده بقى بلاش. ها يا حبيبي، ايه تتاشى عليا ظابط من دلوقتي ولا ايه؟ ما لو حطيت نجمتين هنا هتعمل فيه ايه؟ هتكلبشني؟ همشيك على عجين ما تلخبطوش. ها، والشنطة دي هيتعمل عليها كبسة كل يوم. الا الشنطة بس، سيب الشنطة. بقولك ايه، روح نام انتباه وما تحركش صباع رجلك الصغير. يلا. ما تفكرنيش، ده انا شايل هم ال 45 يوم الاولانيين دول. اوعى ترمي قرمتها. لا الحمد لله، انت عارف لو رميتها الشياكه دي كانت هتبوظ. وبعدين بص انت عملت ايه، حصدت الشنطه يا حبيبي. وصدقني صدقني يا محمد هحكمك ميري. سلام. تروح وتيجي بالسلامه يا استاذ احمد. الله يسلمك يا عم جاه. امسك. ايه ده، ملوش لزوم يا استاذ احمد. يا عم امسك، ده حقك. طب خليها المره الجايه. ما فيهاش مره جايه يا عم جاه. ليه، هو انت ناوي تبيع الموتوسيكل ده ولا ايه يعني؟ طب ده اللي قلت ربنا يرجيك وقت مش مشى علينا. اسمع من بقك ربنا. السلام السلام. خلي بالك يا استاذ احمد. يا مرحب يا مرحب. عندنا بالسلامه. ازيك يا زين؟ ايه الحلاوه والشياكه دي؟ ولا كل اللي بيروح الساحل بيحلو كده؟ روح وانت تعرف. اروح فين؟ ده انا رحت فين؟ المدعوس مدعوس. بقول لك ايه، هو فين البرنس؟ اختفى. اختفى فين؟ في ظروف غامضه. يا عم انا مش بهرج، بتكلم بجد. فين البرنس؟ قصد كريم، محدش يعرف عنه حاجة وكله في السكرات. يعني هو جاي تاني ولا مش جاي؟ عايز تمون؟ لا، يبقى عايز تحاسب. يعني المهم لما يجي يقول له ان انا هعد عليه بكرة. يلا سلام. مع السلامة ابو الكباتن، يا وحشنا ووحش الناس كلها. ولما يجي البرنس هقول لك هتعدي عليه بكرة. افتحي يا هنا، يا هنا، يا امال افتحي الباب. حاضر، ايدي مش فاضيه. افتحي يا هنا. حاضر يا خال، حاضر يا مرات خال، جايه اهو. حاضر حاضر. اسيني اهو يا حبيبتي، انتي اللي مرات خالك. متشكرين يا خالتي منادر، ربنا يخليكي. اتفضلي. طيب ربنا يخليك يا حبيبتي. ده الطعم بتاع كل مره. تخيل، حز 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 ليه فلت من ايدك، دخليه جوه. مش كفايه استعراض، ما نشتري طقم. يا اخويا ايدي على كتفك، انت عارف ده بكام؟ مش عايز اعرف. بس عارف تتكلم. بس هو الكلام بفلوس؟ الكلام الحاجة الوحيدة اللي ملهاش تمن. يا امال افتحوا الباب، ويا اما تسيبوه مفتوح. حاضر يا خال، حاضر. المفرش اهو يا انا، لو عوزتوا اي حاجة بقولولي. ربنا يخليك يا خالتي منادر، اتفضلي. ده بشوية. متشكرة يا حبيبتي. وسأليها لو هجيب حاجة تانية نسيب الباب مفتوح. والنبي انت فايق ورايق، يعني الحق عليها. انا بتكلم جد، الاستعارات كترت قوي. طب سيبك بس من الكلام ده واتسلينا بالراجل. اكد عليه ما يجيش قبل الساعه 7، اللي احنا لسه ما طبخناش. ما تقلقيش، انا متفق معاه. ده ترانك. الو، قلت ان انت دي دعاء. ايوه دعاء يا حبيبتي. حبيبه قلبي دعاء، ازيك يا حبيبتي؟ استني يا امال. يا حبيبتي، لا احنا كنا هنكلمك عشان في خبر حلو لازم تعرفيه. وحشتيني يا نور عيني، وحشتيني. يا خال يا خال، والنبي سلمي عليك. حاضر حاضر، هنا بتسلم عليك. ايوه يا حبيبتي، محمد اخوك قبل في كليه الشرطه. ازاي يا حفيدي يا بنت، عامل ايه؟ استني يا امال بس. يا حبيبتي اقول لك، تعالي تغدي معانا، في ذكر بط وفطير مشلتت وحمام محشي. لا عمتك هتجيبه وتيجي على وصول. الحمد لله على السلامة يا حجة.
عدلنا على السلامة. الله يسلمك يا اخوي. مصر نورت. منورة بصحابنا. ازيك وزي ام احمد وزي بنت هاني. ما شفت السلم هتطمني عليهم. انزلك؟ لا يا اخوي ما تشغلش روحك. خليك مرتاح. خليك مرتاح يا سعادة البيه. ما تتعبش حضرتك. خلي شوية الرز هنا على ما تطلع دول. من عينيا يا حجة. ده انت نورت حتي. اجيب بقية الحاج. جايبه لكم شويه رز. انما كده رز ليه بس يا فاطمه؟ رز عندنا ياما يا اخوي. زياده الخرخر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا. ازيك يا ام احمد؟ وحشتيني. رحبوا ببعض جوه شويه. طب تعالي تعالي. الحمد لله. يا ساتر. تحب يا بيه ادخله المطبخ؟ لا عنك انت. انا هدخله. طب اجيب شويه رز واجي. طب خد الباب في ايدك بس. حاضر يا سعاده البيه. امال فين البنت هاني؟ يا هاني يا اختي يا حضنك يا اختي. وحشان وحشان يا بنت. ازيك يا بنتي؟ ايه ده كله يا فاطمه؟ يا اخوي دول حتتين زبده عشان ام احمد تسيحهم وتدوق المرتي. يا باي عليك يا فاطمه. ما نسيتيش المرتي. مش احمد بيحبها؟ لا وحضره الضابط كمان. يبقى انا ما غلطتش بقى يا اختي. اسم الله عليكي ما الغلط. خلي بالك وانت بتشيل الكرتونه ده فيها باد وحمام وبط. خلي بال امرك يا اختي الكبيره. الصغيره الصغيره قوي. سعيده هلا يا اختي. وحشتي احلوة البنت والله. تعالي يا نور عيني. الله ده انت ما خليتيش حاجه يا فاطمه. هو انا هيجيني اعزم الولاد اخويا ولا انا في ديك الساعه لما ابن اخويا يبقى ظابط؟ الحمد لله احنا ربنا اكرمنا اخر كرم والفضل يرجع للاستاذ كمان عشان كده عايزه ينبسط قوي. هينبسط قوي قوي. الراجل ده باين عليه طيب وهيبقى له نصيب في حاجه حلوه. بص يا اخويا ده بسم الله الرحمن الرحيم. ده انا كنت مزغطاه مع اخوه الموسي ما انت طلبته وانا جبته. قولي لي زغطت غيره؟ ايوه هتزغط غيره عشان محمد لما ينجح في سنه اولى. ابداوا الطبيخ بقى عشان نلحق نتغدى على المغرب. قبل المغرب. قبل المغرب ان شاء الله. بصي يا ام احمد انا هنعلق على ذكر البط. الحمام يا اختي حنين. اه وانتي تبقي تعملي الرز على مهلي. هذا بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي بصي بصي يا ام احمد وانا زغبره وحدي. حكايه الزغبره اللي هريني بيها انت واخوك. الزغفاري يعني الريش الاسود الصغير اللي بيبقى تحت الجلد وما يطلعش الا بقولك يا خلقه. يا خلقه منك انت واخوك. هاتي يا اختي الحل. انا غيري. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه بسم الله. هنسمي ليه احسن من كده؟ احنا فلاحين ما بنعرفش نعزم والاكل بيعزم على الجعان. وانا جعان ومش مستاهل عزومه ومجهز نفسي من امبارح. حتى سمية بنتي كمان. احنا كان نفسنا خالد يكون معانا. حسبي حسبي انا. طيب معلش انا عارف الفرحه مش ساعاكي عزمه استاذي. لعلم جنابك نعم. الاكل ده كله اللي احنا هناكله ده جاي من بلدنا تسوق وامها هي اللي عاملاه. ما انت قلت لي قبل كده يا استاذ عبد الحميد ان امها احسن واحده في المحافظه تعمل مشلت. ده حقيقي. واحنا عاملين حسابك وشايلين لك نايبك. يا سلام. غير ده؟ اه لا ده جاي من البلد باسمك. امها بعته لك يعني شكرا ليك على وقوفك جنبها ومساعدتها. طيب تعالي جنبي بقى يا هاني. هنا كمان جنبك؟ طبعا دي هتبقى جنبي على طول ان شاء الله. يلا عشان ناكل سوا. يلا يا ستي ما حدش قدك. روحي روحي اقعدي هناك. يلا يا حبيبتي ده انت تلاقيكي فرحانه فرحه دلوقتي. تعالي يا حبيبي اقعدي جنبي. كلوا يا اولاد. يا حضره الضابط احنا متشكرين ليك جدا. العزومه دي على شرفك. الله يخليك. ده احنا كلنا متشكرين ليك يا كمال بيه. العفو يا استاذ عبد الحميد. انت اللي راجل محترم وتستاهل كل خير. الواد خالد ابني كان جاي معايا بس مش عارف جاله مشوار مهم. بس مش مهم. يلا يا هنا عقبال ما ناكل في فرح كده يا بنتي ان شاء الله. فرح مره واحده؟ طب واحده واحده يعني ان شاء الله خطوبه. الله وما يبقاش فرح مره واحده ليه يا استاذ عبد الحميد؟ يعني هي فين والفرح فين يا استاذ عبد الحميد؟ مش عندكم في البلد بتقولوا عجل بالبر؟ ايوه عندنا في الفلاحين بنقول اللي ناوي على خير يعجل بيه. ومش فلاحين وبس ده فلاحين وعمال وفئات يعني كل فئات الشعب. ربنا يسمح منك. ليه لا يا استاذ عبد الحميد؟ مين عارف يمكن الخير يبقى على وشنا قريب. ليه لا؟ على كل العزومات الجايه نسيبها لبعدين. خلينا في العزومه دي. وعصفور في اليد؟ ده مش عصفور في اليد ده ذكر بط في اليد. لا
ذكر بط في السفرة. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالي يا هند. في حاجة يا هند؟ تعالي اقعدي هنا. خير يا تنت؟ في ايه؟ احنا اللي في ايه؟ انتوا اللي في ايه؟ ده احنا اللي عاوزين نسال في ايه. انا مش فاهمه حاجه. مرات خالك عاوزه تسالك في ايه بينك وبين اسم الله عليه الراجل اللي اسمه كمال ده. في ايه يعني؟ ايه مش ازاي يعني؟ مش فاهمه حاجه يا اما خالص. انت يا بنت ما سمعتيش؟ الراجل زي اللي جاي يخطبك. يخطبنا انا؟ امال يخطبناني؟ ما انت سمعتي ده بيقول انه ناوي يعمل فرحك قريب. فرح انا؟ يا بنت ركزي، هو الراجل كلمك في حاجه؟ قال لك مثلا انه عاوز يخطبك لابنه؟ ابنه مين ده؟ يو هو ليه ميت ابن؟ ابنه خالد. البنت دعاء الله يمسيها بالخير كانت قالت لي. قالت لك ايه؟ يا بنت مالك فزتي وتخضيتي كده ليه؟ انت يا بنت مش كنتوا مستلطفين بعض؟ ده انت تاني تستلطف؟ ليه؟ تستلطف ده ايه؟ لهاني كنت جايباها عندك يا اختي عشان تستلطف ولا ايه؟ بس يا استنى ده ايه؟ وبعدين مين قالك انني بنتي هتطلع بره؟ لا احنا ما عندناش بنات تطلع بره. وانت عارفه سك على الحكايه دي. ايه في ايه؟ مالكوا سكتوا كده ليه؟ بنتي يا هاني قولي لاني في ايه بينك وبين ابن الراجل ده؟ قولي لا تبقى وجعتك سودي. ما تستني بس يا فاطمه، هو الراجل قال حاجه؟ ده يا دوبك بيجس نبض. لا يجس نبض يا اختي ولا يجس قلب. وبعدين حتى لو طلب بنتنا محجوزه وانت عارفه. ايه بنتي يا هاني قولي لي في ايه بينك وبين ابن الراجل ده؟ ردي على امك يا بنتي، في ايه بينك وبين؟ مفيش حاجه والنبي يا اما. ايوه كده لايمين بالله، لكون واخداكي معايا البلد ومقعداكي جاري، احنا ما عندناش كلام من دي وما عندناش بنات تطلع بره، فاهمه ولا لا؟ امشي يا بنت، امشي فزي من قدامي، امشي خرشي في حالك، امشي كده. يا لهوي لا حول ولا قوة الا بالله. يا باي عليكي مش كده يا فاطمة؟ امال ازاي يا امال؟ اخس اخس عليكي، بقاني جاي اخطب منك ابنك احمد لبنتي هاني، تقوم انت تكلميها على ابن صاحبكم؟ لا يا اختي لا، خلي صاحبكم يشوف لابنه عروسة تانية غير بنتي، اني بنتي محجوزة لاحمد كده. حاضر يا خير. الو مساء الخير، خالي الاستاذ عبد الحميد؟ مين يا هنا؟ طب هو مين حضرتك؟ مدام ألفت؟ استني استني يا هنا. اهلا اهلا بيك يا فندم. الله يخليك. لا انا كويس الحمد لله، ازاي حضرتك انت؟ يا فندم يا مدام ألفت، احنا بيتنا نور من المكالمة التليفونية دي. ايوه لا الحمد لله. واحمد كمان كويس الحمد لله، ما البركة في حضرتك. الله يبارك فيك. لا احمد شاب كويس بس واضح يعني محتاج شوية توجيه. عموما انا بكلمك دلوقتي مش عشان اطمنه بس، لا عشان اكلمك في شغل بيزنس يعني. ممكن نتقابل بكره؟ لا خير ان شاء الله، يعني عشان تشوف الارض وتقابل المهندس ويوريك الرسومات زي ما حضرتك تحب يا مدام ألفت. حاضر انا هجيلك. وبعدين نبقى نطلع نشوف الارض. حاضر حاضر. طب يعني ثانية واحدة يا أمان، الصوت شوية. ايه بلاش أرتب يعني البيت؟ حاضر يعني أجي لحضرتك الساعة 3 أمان، من 3 ل 3 ونص كده، حضرتك عارفة يعني زحمة الشوارع. أجيب أحمد معايا؟ بالحق، ما أحمد عارف عنوان البيت.
طيب يا فندم، انا متشكر قوي، متشكر قوي قوي، ومع السلامه، الف الف سلامه. يا مسهل الارزاق يا رب. الخير على قدوم الواردين يا فاطمه. ربنا يجعل وشنا وش السعد عليك يا اخوي. مش لما نعرف ايه هو الخير اللي جاي ان شاء الله. يعني انت وانت قاعده تخبطي حواليا ما سمعتيش؟ مدام ألفت عايزاني اروح لها بكره نشوف الارض والرسم مع المهندس. انت ناوي تشتغل عندها برضو يا عبده؟ معاها مش عندها. عندها ولا معاها ما تفرقش. انا مش عارفه انت ناوي تصغر نفسك ليه. انا بصغر نفسي؟ اه طبعا، لما واحد في سنك يروح يشتغل عند واحده زي دي في ملكها يبقى اسمه ايه؟ انت مش فاهمه يا امال. انت اللي مش فاهم. دول بيجروا ورا ابنك عشان يتجوز بنتهم، تجري انت ورا الوليه عشان تشتغل عندها؟ ينفع يا عبده؟ ايه دول؟ 2700 جنيه والحاجة في الشنطة. خير؟ هو تبع ده؟ ايه هو ده؟ جاي لي متغنطر من الساحل الشمالي عشان تقول لي ابعد. كفاية يا معلم، والموتوسيكل عندك اهو. وكمان المكنة هتسيبها لي؟ انا ما اقدرش على حقها يا معلم. هو باقي من حقها قد ايه؟ 1500. 1500 سهلة. خد لك خرطوشة كمان وبكده نبقى خالصين بتمن المكنة. اتصرف في الحاجة وهات لي تمنها. وكانت خالتي وخالتك وتفرقوا الخالات، بس خد بالك هتجيني تاني مدلدل ومدد ايدك. لو ايدي اتمدت لك تاني يا معلم اقطعها. ما تهونش عليا. معلم انا عايزك تساعدني. اتصرف في الحاجة اللي معاك ولينا كلام. خاطر بالاذن يا معلم. روح. الف سلامة. اذنك معاك وقلبي معاك. مع السلامة. تعملي ايه يا امال؟ زي ما انت شايف بحط النفتالين في الشتا. طب معلش عشان خاطر سيب اللي في ايدك، عايز اتكلم معاكي كلمتين. افندم امال، بصراحه انا ما صدقت ان ربنا بعت لنا باب رزق زي ده، فانا مش فاهم مش عاجبك ليه؟ مش عاجبني. وعاجبك اللي احنا فيه؟ عاجبك كل شويه احمد يعيرنا وفقرنا؟ والله اعلم بيروح يشتغل ايه عشان يجيب فلوس. اسمع بقى يا عبده، مش اخره عمري معاك الاقيك رايح تشتغل عند واحده ست زي دي. اه انت بتغيري عليا يا امل؟ ايه ساكته ليه؟ ده هي اللي تكوني بتغيري عليا بعد العمر ده كله. وما غيرش ليه؟ انا عايز افهم ما غيرش ليه؟ راجل ومال وهدوم، وما غيرش عليك ليه؟ ده يخليكي تسخي فيا اكتر وتحترمي رغبتي. طب ما تحترم انت رغبتي واحساسي وبلاش الشغلانه دي. ما بتقدرش مشاعري ليه يا اخي؟ لاني متاكد من مشاعرك. دول بعتوا لك صوره البنت بتاعت المدرسه. عيله ولسه ما طلعتش من البيضه وانت استاذها. ومدام ألفت. لا مدام ألفت، مدام ألفت دي ست. طب ايه رايك بقى؟ انت في عيني ست ستات. والله بس احمد. انت جيت يا احمد؟ ايوه انا جيت. ولا حضره الضابط هيعمل علينا كبسه؟ اخش اقعد مع احمد شويه عشان اشوف عمل ايه في حكايه الموتوسيكل. بتستنى للصبح يا عبد؟ الصبح رباح. طبعا الصبح رباح، بس انا كمان عايز اخد رايه في حكايه ان انا اشارك مدام ألفت. يجوز ده ما يريحوش. لو قال لي مش موافق خلاص مش هشاركها. يا سلام بقى تسمع كلام احمد وكلامي انا. لا انا اقدر ما اسمعش كلامك يا امال. أنا بسمع كلامك من يوم ما اتجوزتك. أجيب لك بطيخ. الصحراوي. ستر يا رب. أقوم أشوف مين. حاضر يا اللي بتخبط. حاضر. إيه إيه؟ معانا أمر من النيابة بتفتيش الشقة. ليه؟ ما
بلاش كلام، مش عايز ولا كلمة. أيوة بس بالحق أعرف ليه؟ دلوقتي هتعرف. إيه؟ هو فيه إيه؟ شنطة مين دي؟ شنطة مين دي؟ هو ايه اللي شنطة مين؟ شنطة مين؟ دي شنطة مين؟ شنطة انا يا حضرة الظابط. انت عارف اللي جواها ده ايه؟ اللي حضرتك شايفه ده حشيش وبانجو. حضرتك بتبيع مخدرات؟ شنطة مين دي يا أستاذ؟ شنطتي زي ما قلت لحضرتك. طيب اتفضل معانا. اتفضل معاك ولا فيه؟ بس يا دي ولا كلمة يالا. ولا كلمة ده ايه؟ انتوا رايحين من فين؟ بلاش دوشة. انتوا رايحين من فين؟ انتوا رايحين من فين؟ كمال مين؟ انا هنا. ازيك يا هنا؟ خير يا حبيبتي؟ خالي الاستاذ عبد الحميد. ماله خالك؟ عرف ضربك ولا ايه؟ لا دول خدوه على السجن. خدوه السجن؟ هو ضربك لحد ما عورك؟ لا الحكايه مش زي ما حضرتك فاكر. دول لقوا المخدرات في الشنطه. شنطه ايه ومخدرات ايه؟ انا مش فاهم حاجه. في الشنطه بتاعت احمد. يا هنا خالك قال المخدرات؟ خالك فين؟